حكومية تم التصويت عليها من قبل البرلمان، والمفروض هذه الورقة السياسية تطبق على أرض الواقع. وبعد فترة طويلة من الزمن لتشكيل الحكومة، واليوم على نحن على عقاب السنة الأخيرة للدورة، هناك بدأ بصيص أمل بأنه يرسل قانون العفو من الحكومة. طبعا هو ما أرسل اليوم، أرسل منذ أكثر من سنة من البرلمان، لكن هناك اتفاق سياسي اليوم بدأ على وضعه على سكة التشريع، وهذا يدل على شيء، يدل على أنه هناك إرادة سياسية غير معترض على قانون العفو وداعم لقانون العفو حسب كل من ورؤاه من زاويته الخاصة، بعدين من خلال التفاوضات ومن خلال الحوارات ومن خلال النقاشات السياسية سيخرج بصيغته النهائية. جاءت المسودة من الحكومة ووضع على جدول الأعمال هذا اليوم، كانت اليوم على جدول الأعمال 6 فقرات، قانون العفو كان الفقرة الرابعة على جدول الأعمال. بعد ما اكتملت الفقرة الأولى وهي التصويت على الملاكات، والفقرة الثانية وهو قانون التقاعد للحشد الشعبي، والفقرة الثالثة وهي التحاكم تم رفعها من جدول الأعمال، وجاء الفقرة ما قبل العفو وهي فقرة الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية. نعم، هذا القانون فيه كثير من علامات استفهام. أولا جاء بعجلة كبيرة ووضع على جدول الأعمال بدون أي مناقشة تحت اللجان المختصة ولا الكتل السياسية، ولم تتوضح الرؤى فيه. فيه كثير من علامات الاستفهام والتعجب أيضا، أسباب الدخول بهذا القانون في هذه الفترة. اليوم لدينا قانون أحوال شخصية، كل من لديه رؤية، وهذه الرؤية والرؤى جميعا محترمة، لكن بنفس الوقت السادة أعضاء مجلس النواب عندما وجد هذا القانون وتفاجأوا بوجوده على جدول الأعمال ولم يدرس ولم يناقش ولم تدخل في حيثياته، وخصوصا وهذا القانون هو يخص العائلة العراقية. من اللي فرضه؟ يعني أهم القوانين. يتم إقحام تعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة على عجل ودون اطلاع باقي أعضاء مجلس النواب؟ يعني هذه علامة استفهام هي اللي استغرب منها السادة النواب، انه قانون ياتي بمقترح من قبل اعضاء في مجلس النواب ويكتب ويقدم للدراسة للقراءة الاولى ولم يعرض على الكتل السياسية ولم يناقش حتى في الأروقة البرلمانية، لذلك تم جمع اكثر من 120 توقيع لرفعه من جدول الأعمال. 120 نائب صوت على سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية اليوم. نعم، يعني وارتأت رئاسة البرلمان مشكورة بأنه هذه التواقيع يعمل بها وترفع القانون من جدول الأعمال ويوضع فيها اللجان المختصة. عدد الحضور شقد بها؟ يعني لأن اضطرت رئاسة المجلس النواب إلى أنه تسحبه، يعني على ما يبدو مو عدد كبير يعني. لا لا لا، هو في بداية الجلسة كان عدد كبير، ما يقارب بالمئتين وعشرة وخمستاشر وعشرين هيك يعني، بس بالضبط حتى أكون صادق أنا ما أعرف الرقم بالضبط، لكن في القراءة الأولى تعرف أكو تصويت، والقراءة الثانية للحشد كان مادة ما يقارب 85 مادة، ومن بعدها للأملاك، فأكيد السادة النواب ما بين اللي عنده التزام باللجنة اللي عنده التزام خارجي فقل العدد داخل قبة البرلمان. تم سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية. نعم، قررت الرئاسة قررت الرئاسة بأن يسحب من جدول الأعمال ويوضع في أروقة السياسية لمناقشته، لأنه كثير من النواب ما يعرفون شنو هذا القانون، شنو مضمونه، وليش إجا في هذا الوقت، وشنو يختص.